هل ترى هذا البناء وهذه الزاوية السوداء المحترقة منه؟ إنها الغرفة التي كان إسماعيل هنية نائما فيها هو ومرافقه ليلة 31 من شهر تموز سنة 2024، الليلة التي اغتيل فيها بصاروخ موجه بدقة. قالت إيران لقد انطلق الصاروخ من خارج إيران، وقالت إسرائيل بل انطلق من داخل إيران، وقالت مصادر أخرى انطلق الصاروخ من بارجة بحرية. وبالرغم من الاختلاف في تحديد مركز انطلاق الصاروخ، إلا أن نهاية طريقه كانت في الغرفة تلك وانفجر وقتل من فيها. كانت المفاجأة كبيرة والحدث صادما، وإن كان مثله متوقعا في ظل هذه الظروف، ولكن ما أحاط به جعله استثنائيا بكل المقاييس والتوقعات، ولا يكون أكبر ما فيه خسارة الضحية بل إزاحة الستار عن ألاعيب السياسة اللا أخلاقية، وأبانت حجم كل أمة ومقدار هيبتها وحدود العمالة والخيانة. ولنعرف ذلك علينا أن نبدأ حكاية شبيهة حدثت قبل 27 سنة، وبالمقارنة سنكشف الفارق الكبير الذي يجعل كثيرا من خفايا السياسة ظاهرة للعميان قبل المبصرين. المنصب واحد، رئاسة المكتب السياسي لحركة المقاومة. تعاقب عليه اثنان مقاومان تعرض كل منهما لمحاولة اغتيال في بلدين مختلفين، الأول في عمان والثاني في طهران. نجا الأول بسبب تدخل الدولة وإصرارها على حصانة وسيادة أراضيها، ولاقى الآخر حتفه ولم تحفظ إيران هيبة سيادتها على أراضيها، بل توجهت بعض أصابع الاتهام من كثيرين بأنها هي المدبرة للعملية التي أودت بالآخر. بين محاولة اغتيال خالد مشعل في عمان واغتيال إسماعيل هنية في طهران حكاية خيانة وهيبة سيادة. بعد مراقبة استخباراتية للموساد تمكنت من معرفة مكان يتردد إليه خالد مشعل في عمان، أحكمت الخطة وتكفل بالتنفيذ أفراد يحمل بعضهم جوازات سفر كندية، يحملون سما يكفي أن تلامس قطرات منه جسم الضحية ليموت خلال ساعات إن لم يأخذ العقار المضاد للسم. وبالفعل تمكنوا من الوصول إلى مشعل وهاجموه قرب سيارته التي كان معه فيها ابنته ليوصلها إلى المدرسة، فانتبهت ابنته وصرخت قبل وصولهم، فحاول الاختباء في السيارة فأصابته رشقة من السم في مؤخرة رأسه. ولاحقت الشرطة الأردنية الجناد وألقت القبض عليهم، وسرع الملك الحسين بن طلال بالتهديد بإعدام الجنات إن تعرض مشعل لسوء، فسرع الموساد إلى إبلاغه بالعقار المضاد ليسلم بذلك خالد مشعل من الموت. ولم يكتفي بذلك، بل انبنى على فشل العملية عواقب دبلوماسية، فتضررت العلاقات الأردنية الصهيونية والعلاقات الصهيونية الكندية بشدة. وبعدها وافق الاحتلال على إطلاق سراح الشيخ أحمد ياسين مع 70 أسيرا فلسطينيا آخر مقابل السماح للعملاء الأربعة الباقين بمغادرة السفارة الصهيونية في الأردن والعودة إلى الكيان المحتل. هكذا تعامل الملك الحسين بن طلال مع محاولة اغتيال شخص موجود في أرضه أخذ الأمان منه. وأما طهران التي هددت إسرائيل بإزالتها عن الخارطة سابقا، فكان لها موقف مختلف، مختلف بكل المقاييس، موقف لا يمكن أن يراه المراقبون سوى زوبعة من كلام أو جعجعة بلا طحن. إيران تحمل الولايات المتحدة مسؤولية ما حدث لأنها تدعم إسرائيل، وتتوعد بأن الرد سيكون عبر عملية خاصة، وقالت إنها ستقيم للضحية مراسم تشييع في طهران قبل تسليم جثمانه لدولة قطر التي سيدفن فيها. طهران التي استدعت هنية مع وفود أخرى كان عدد منهم في البناء نفسه الذي تم استهداف غرفة هنية منه دون أذية الباقين الموجودين خلف جدار غرفته. وإليك الآن احتمالات ما كان وراء ما حدث. ألاعيب السياسة اللا أخلاقية وقذارتها تمنح أصحابها فعل أي شيء متجاوزة كل ما يمكن إعلانه أو تبنيه. لا شك أن دائرة الاتهام تتسع حتى تشمل أطرافا متعددة، منها إسرائيل وما ذلك عن أخلاق ساستها ببعيد، فتاريخهم مع الاغتيالات لا مثيل له عبر التاريخ تطال من تلاحقه ولو كان في دولة صديقة لها.
إسرائيل هذه كانت قبل ساعات منشغلة باستهداف الرجل الثاني في حزب الله اللبناني حج محسن في الضاحية الجنوبية، وتحضر لعملية استهداف أخرى طالت بعد ساعات الحاج حبيب زادة القيادي في الحرس الثوري في العاصمة السورية في دمشق، ثم أتبعتها باستهداف قائد موال لإيران في العراق. إسرائيل التي تغتال وتتبنى عملياتها باختيال تعمدت التزام الصمت وعدم الإدلاء بأي تصريح أو تعليق رسمي على هذه الحادثة، ولا يعني صمتها براءتها منه، كما لا يعني ذلك ما صارعت إليه راعيتها الولايات المتحدة على لسان وزير خارجيتها أنتوني بلينكين بالتصريح بالبراءة مما وصفه بجريمة الاغتيال التي أطاحت بها نية. إسرائيل التي لعبت بأوراق الشرق الأوسط كله وكأنه ساحة ألعاب نارية تفرقع في أي بقعة منه ما تشاء وفي أي وقت تريد من غير أن تجد رادعا أو محاسبا. والمتهم الآخر هو طهران التي التقى هنية رئيسها الجديد مسعود بازكشيان في يوم تنصيبه رئيسا لإيران بعد موت الرئيس السابق إبراهيم رئيسي بحادث تحطم طائرته قبل أشهر، وكان من المفترض أن يكون هذا اللقاء بحفاوة غطت على كل الوفود التي جاءت لتهنئة الرئيس الجديد، لقاء بمثابة إعلان مرحلة استثنائية من التعاون بين القائد الفلسطيني والرئيس الإيراني، ولكن ذلك التفاؤل والتخمين لم يدم سوى ساعات حتى انتهى بالقضاء على القائد الفلسطيني تحت أعين الإيراني الذي من المفترض أن يكون حامي الله. وإن لم تكن طهران وراء ما حدث فإن مسؤوليتها عنه لا يغطيه توزيع الاتهامات يمينا وشمالا، ولا يمكن أن يقبل منها أقل مما فعله ملك الأردن مع محاولة اغتيال خالد مشعل، لأنها إن لم تفعل ذلك فإنها ستكون مضطرة إلى القبول بأحد الاحتمالين، أولهما القبول باتهامها بالإطاحة بالقائد الحليف العريق لها لأمر ما في نفسها، ربما يكون بحثه عن حليف آخر ينصره حقيقة بعد الإنهاك الذي أصابه في الحرب الأخيرة المستمرة، وبعد أن بان له أن طهران لا تنصره بغير الكلام حين الوقوع في أحلك الظروف، والثاني قبولها بأن سيادتها على أرضها مهزوزة هزيلة لا تستطيع أن تحمي وفدا دبلوماسيا أو مستجيرا نزل بساحتها، فضلا عن أن تكون قادرة على نصر حليف أو ذراع تابع لها ممتد هنا أو هناك. بعد أن استطاعت إسرائيل الوصول بهذه الدقة والسهولة إلى هنية الذي كان تحت حراسة الحرس الثوري منذ دخوله إيران ثم إقامته في مقر للمقاتلين القدامى ومنه إلى خروجه من الحياة،